انت هو داك القرض اللي كاين جامع فينا. والله تنهضر معاك اخويا واخا انت دابا سبيتيني ولكن هانيه. خويا امين انا متبعك مني بديتي وديما كتعطينا غير المعلومه الصحيحه وحنا معاك، ولكن عندي واحد السؤال الا هو واش ما با با ما بغاتش دابا انت اخويا عند راسك مريقل دابا انت زعما انا داير لك خويا متابع باش نبدا نقرا. خويا انت عند راسك مريقل، راه المريقل اخويا هو اللي داير شي حاجه في حياته ماشي واحد قاعد تي دابا انت كتجي تحط عليا هاد الكومونتير وتمشي عند واحد اخر ثاني تمرقل به وتيجي ويديروا لك لايك وتمشي الفيسبوك دير دوك التعاليق المضحكه. انت داير بحال القروضه ديال جامع الفنا، عرفتي دوك القروضه ديال جامع الفنا كيجيبوا هذاك شادو من سلسله كيطلعوا في هذاك والنصراني تيفرح وتيضحك. انت هو داك القرض اللي كاين جامع الفنا، والله تنهضر معاك اخويا واخا انت دابا سبيتيني ولكن هانيه، ولكن ترى هو داك القرض اللي في جامع الفنا. عرفتي علاش؟ حيت انت اخويا خاصك دير كومونتيرات في فيسبوك باش الناس يضحكوا لك يديروا لك ديك ها 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 في لي لايك وتجي تكتب لي هذا باش انا نقولها تقول ها ها ها. والتالي انا غادي نسولك التالي، انا نقول لك اخويا دابا انت عرفتي اش كتقول؟ كتقول واش شتي هادو دابا عليا انا دابا اه شتي هادو لقاوها سهله اه طالعين تيتنزو على عباد الله في اللايفات اه تاع يديروا الفلوس على ضرهم. هادشي اللي كتقول كن على يقين اخويا هاد الهضره اللي كتقول باش تبرد على راسك باش تبرد انت تبرد. اما انت تعيش واحد العتمه صعيبه بزاف اخويا، لا ما عقتيش براسك وخرجتي منها ولا عارف هاد الهضره غادي تقصحك شي شويه، ولكن هذا هو الواقع. حيت اخويا انت دابا تضحك تضحك الناس واحد الوقيته غيوليو تيضحكوا عليك ملي تلقى راسك خارج ما لاقي والو. خصك تعرف واحد القضيه، انا نخرج معايا بافاده، راه العالم التوجه العالمي الجديد فين غاديين والمغرب فين غادي، راه القضيه غدا غدا كحله ها باش تكون عارف ها وجدوا راه الازمه وهاد الازمه يلا بدينا في الازمه ها وجد راسك وبقى تضحك وتضحك فيك عباد الله. انت داير بحال هذاك اللي تيكون في القسم اللي كنا كنقراو تيكون معنا واحد في القسم ديما تيضحك عباد الله وتيدير فيها هو نويزاق وهذا. وانت نتوما الاخوان راكم شفتوا هاد الناس هادو راه غادي تلقاهم دابا في الشارع وتلقاه ما داير والو في حياته سي سيغ غتلقاه ما داير والو في حياته. ها كاينين الناس اللي انا قريت معاهم تنشوفو ما داير والو، علاش؟ حيت هو مقابلتك كان في واحد الوقيته في هاد فترة المراهقة داير فيها نويز وتيضحك البنات ويضرب الأستاذ بشي كاغيط من اللور ومن لي دور ما يعرف والو وداير فيها واعر صحيح. ها هي دازت واحد 15 عام 16 عام دابا راه هو ولا كيدور ما لاقي ما يدار. اش غايقول لك هذا؟ البلاد ما عطاتنيش. لا خويا البلاد راه عطاتك، عطاتك واحد الاستاذ كنتي كضحك عليه، عطاتك واحد الاستاذ كنتي كضحك عليه، عطاتك واحد الكرسي كنتي تتجلس عليه، ولكن انت ما استغليتيش تحمل مسؤوليتك. يبقى تضحك في عباد الله. شوف العام اللي جا دات في الكومنتات.